البنات شوفوا شنو لقيت. مشيت انا ناخذ شي حاجه ناقصاني ولقيت واحد المغربي كنتقدم من عنده، لا كنتقدم عنده البيرسيل وكوريوندر وكنخدم عنده النعناع، وراك عارفه داكشي اللي كنستعملوا حنا المغربيات في الطبخ ديالنا، وكنخدم عنده الخضره. وهادي مشيت لقيت عنده السلاوي، والسلاوي كنت مشهياه. عرفتي شنو مشهياه؟ شوف السلاويه قداش البنات. انا فرحانه ملي لقيت السلاوي. بنتها كضحك. نو سي با ان كورجيت، سي ان سور دو كورجيت، سي دو لا فامي. حبستنا واحد اللبنانيه قالت لك شنو هي هذه كورجيت، قلت لها هذه من عائله كورجيت، صافي بارتي دو لا فامي دو لا كورجيت. شوفوا الغزاله، شوفوا قداش تبارك الله وصل على النبي. معينتها كي جاتك اختي؟ فنه. كي جاتك حبيبه نسرين؟ كبيره كبيره قالت لي جاتها كبيره. حنا نقربوا، شوفوا حاجه. سلام. اش كديري؟ كنصاوبو في الكسكسو ان شاء الله لغدا ان شاء الله. انا هنا صوبت التفاية، جات كتشهي، شوفوا كيفاش جات. على هنايا حيدت الدجاج حيت درنا الكسكسكس بالتفاية والدجاج. دوزو هنا ما تشوفوش ما تسوقوش للروينه. هنا الفخيدات دابا غادي ندهنهم بالسمن والزبده وندخلهم للفوغ. هانتوما الكسكسو ما شاء الله وجد. هنايا كندير اللوز، كيف ما وريتكم توتالا وجدات ما شاء الله وجدات التفاية. وهنايا الفوف ما شاء الله داكشي تبارك الله وجد. الدجاج حاجة تبارك الله، عليك نقات النعناع. البنات بغيت نشارك معكم هاد الاير فراير اللي خديتها من اكسيون، واللي كتعرف عليها شي حاجه تفيدني. انا جات زوينه فوالا. هانتوما شوفوا شنو كيفاش عامله. ها هنايا كانوا جابوهم في اكسيون وقلت ناخذها. جربتها البارح ودرت فيها سميتها، جربتها البارح ودرت فيها الحوت، كانت عندي الرايه ما نقولش لكم جات كتهبل. الخضره باقا ما درتهاش، يلا باغا نجربها باقا بصراحه. قلت نقرا الكتاب حيت ما عرفتش نستعملها، قلت نقرا الكتاب ديالها. اللي عندها شي فكره على هذه الاير فراير ديال اكسيون تفيدني. انا بعدا جاتني زوينه والثمن ديالها بصراحه رخيصه. شوفوا كيفاش كتبان. شنو قلتي الحاجه؟ قلت لها قلت لها مرحبا بك عندنا، عندي بنتك دابا صاحبتي كتهضر مع الحاجه. صاحبتنا من المغرب، هذه من المغرب جات وما شاء الله عندها وليدها، ودونك بديت كتهضر كلشي. قالت لها تبارك الله شحال في عمره، قالت لها شحال عنده، قالت لها تبارك الله وانا راه عندي بنت بنتي مرحبا بكم عندي. مرحبا بكم والله الكبير. صافي زوجاتك اميمه زوجاتك. هذا الشيء اللي كاينين ها هي يشوف شافيها ولدك منكم حتى حنا عيناش دراوش شي حاجه دراوش حتى حنا متواضع لهم هدري وشات تنكد يا ربي. انا يمهم اي الله يجعل صدرهم يكون من زهر ويكون من زهره. داري 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 حاجه الحاجه كتهضري مني انت. اي شوفي وعلاش لا الله يكبر بلا لا الحاجه. ايوا تبارك الله وصل على النبي. الله يكبر بك الحاجه. الكسكسو صنع ايديا وحياه عينيا. ايوا واه هانتي تبارك الله وصل على النبي. البنات راه ما نقولش لكم باقي ما ذقناش، يلا غادي نذوقوا وغادي نقولوا الحاجه كي جاك. جاني باقا ما ذقتو شي وشاتين داك الشيء. باين فيه زويون ياك. باين فيه بنين ولكن خاصني حتى نشبع. ايوا انت غادي تشوف. لا الحاجه المرقه بنينه ذقتها تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا بالكير بسم الله. والله الحجه الا كليت صح تاكلي ان شاء الله. ماما قالت لك شنو قلتي الحاجه؟ شنو قلتي؟ قالت لك خليه شويه وغادي تزيدينا لاصوص فيه ونعاودو ناكلو. دابا غنمشيو نرتاحو شويه ونزيدو ثاني ناكلو. ناكلو شويه الديسير. لا مبغيناش الديسير غنرجعو الكسكسو. لا كاين لي فخوي. مبغيناش الكسكسو بغينا الكسكسو. هانتي بغاو الكسكس. بغاو الكسكس. بغينا الكسكسو نعاودو نديرو فيه الدوزيام ميطا. ايوا سمعي.
ناخذ شويه ديال الديسير. دابا راه وقت الكرموس. انا كيعجبني الكرموس الخضر اللي كاين في المغرب، داك الخضر اللي بحال هذا من لونه خضر، ما كاينش هنايا، ولكن راه الكحل هو المخير في راسي. كيعجبني الخضر، ولكن الكحل راه سيدو. ياك الحاجه والخدي، راه هذا سيد الخضر، هذا راه احسن، وهذا راه في الدار. مع ما بنتي صافي ارتاحيتي كليتي بزاف. كيس ابني سي الله يخلف عليك كثر خيرك ويقوي خميرك. ها كي شدي معاك نتهضري كي جاك الكسكس؟ كي جاك الكسكس؟ كسكس جاب تعاويده ان شاء الله. تعاويده ان شاء الله. ألد كسكس كليت في فرنسا. الصحه والراحه. الله يعطيك صحتك والله يخلف عليكم، وشكرا على حسن الضيافه. شكرا على حسن الضيافه وشكرا على المعامله ديالك. الله يكثر من امثالك والله يجازيك ربي يجازيك. الله يجازيك ربي يجازيك ويخلف لك حبيبتي. وقتي لا بدا من اتاي والقلب الطيب الحاجه. الله يجازيك ربي يشافيها. الله يشافيك حبيبتي. لا قولي لي الحاجه.